بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايبي، معاكم حنان الوراقي. النهاردة حبايبي هنتكلم مع بعض كده على الثوم. الثوم النهاردة هيكون الأساسي معانا في وصفتنا كده النهاردة، لآلام الأسنان. هنستخدمه في آلام الأسنان، وهقول لكم ازاي اللي انت تستخدميه. وبس قبل ما أبدأ الفيديو حبايبي، أحب ان انا ارحب بيكي حبيبتي لو اول مره تتابعي القناه، ولو قناتي عجبتك فضلا وليس امرا يا ريت ان انت تدعمينا بالاشتراك في القناه، وما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه في القناه. دلوقتي بقى حبايبي هنتكلم مع بعض كده على فوائد الثوم لالام الاسنان. يستخدم الثوم في علاج الام الاسنان عن طريق اضافه 20 نقطه كده من عصير الثوم. هقولك اللي انت ازاي حبيبتي اللي انت تستعملي الثوم يعني كعصير، يعني تعمليه ازاي. دي كده حبايبي هتبقى هرسة الثوم كده اهوت. هتبدأي اللي انت حبيبتي اللي انت تحطي فيها فصوص الثوم كده بنفس الطريقة كده اهوت، واللي انت بقى تضغطي عليها ف هينزل معاكي الثوم مهروس ناعم. فبتبدأي اللي انت بتاخديه كده اهوت بحتة شاشة كده صغيرة وتعصريه. فبتاخدي عصير الثوم اللي هو اللي بينزل ده اهوت، فده اهوت بقى اللي احنا هنستخدمه في الوصفة النهاردة. اللي انت بتاخدي منه حوالي 20 نقطة كده اهوت مع معلقة عسل ابيض، تقلبيهم مع بعض. وبتبدأي بقى اللي انت بتاخديها يوميا. نعم، دي كده بتريحك كده من اي الم كده انت حاسه بيه في الام الاسنان. دي بتتاخد يعني شرب كده. فدي كده طريقه معانا. ممكن كمان اللي انت باستخدام برضو نفس الهراسه ديت الثوم اللي هو اللي بينزل مهروس ده هوت، بعد ما بينزل كده هوت من الهراسه كده زي ما احنا شايفين، بتبداي اللي انت بقى بتاخديه تاخدي الثوم الناعم ده هوت، وبتبدأي بقى على مكان الضرس اللي هو بيوجعك او الاسنان، بتبدأي اللي انت بتحطيه كده في مكان الضرس كده. كمان الضرس كمان لو مسوس او مخروم، وانت كمان يعني وفي الم جامد جدا جدا، ولو انت كمان حاولتي اللي انت تحشي كده اهوت بيه في بالثوم كده اهوت، سبحان الله يعني في وقت بسيط جدا جدا هتلاقيه خلصك من اي الم، من اي الم انت حاسه بيه او وجع في الاسنان. وده كده بالنسبه لايه اللي انت تستخدميه كثوم مهروس. ممكن كمان اللي انت بتقطعيه شرايح كده بالسكينه، وبتبدأي اللي انت برضو بتحطي على المكان اللي فيه ألم برضو الضرس اللي فيه ألم او كده، فبتبدأي اللي انت بتحطي شرايح توم برضو. يعني كذا طريقة لاستخدام التوم انا قلت لكم عليها اللي انت تستعمليه بأي طريقة تريحك. دي كده بعض الثلاث حاجات كده حبيت اللي انا اقولها لكم لاستخدام التوم. بس كده حبايبي، وبيدينا نتيجه كويسه جدا في وقت بسيط ان شاء الله بفضل الله. ما بتحسيش بوجع اللي انت الالم الاسنان. طبعا بيبقى عارفين الالم الاسنان بيبقى صعب كده وفعلا بيبقى مقلق، فان شاء الله بفضل الله بيريحك من اي الم انت حاسه بيه او وجع. وبيعالج حبايبي، بيعالج التهابات اللثه، بيعالج كمان تورم اللثه، يعني اللثه لما تبقى ورمه، بيعالج كمان الام الاسنان، وبيرطب الفم، وبيزيد من افرازات اللعاب، وبيطهر الفم، وبيقتل البكتيريا المسببه في للتسوس الاسنان. كمان حبايبي هنقول لكم برضو على حاجه كمان، ازاي انت بعد ما بتستعملي الثوم في بعض كام حاجة كده هوت اللي تخلصك من ريحة الثوم. هقول لكم على كام حاجة كده هوت، وانت ممكن تستخدمي اي حاجة انت حابه. هنستخدم برضو اللي هو ممكن اوراق النعناع او اوراق البقدونس اللي انت بتبدأي اللي انت بتاكليها كده هوت، فدي بتزيل اي ريحة يعني من ريحة الثوم.
برضو لو انتي برضو خدتي واحدة حبهان او اللي هو الهي واللي انتي تمضغيها كده هوت، فديت برضو بتزيل اي ريحة من ريحة التقمة. وبرضو حبايبي لو انتي برضو شربتي كوباية شاي اخضر برضو بتزيل اي ريحة برضو. وبرضو لو شربتي برضو حبيبتي كوباية قرفة برضو بتضيع ريحة الثوم. لو شربتي برضو كوباية قرنفل برضو بتضيع ريحة الثوم برضو. كده حبيبي، ده كده كان الفيديو كده معانا النهاردة. أتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم منه. زي ما شفنا كان سهل وبسيط، وكمان احنا عارفين ان الثوم ليه فوائد كتير، ومن ضمنها كمان حبيت اللي انا اقدم لكم النهارده اللي هو اللي بيزيل اي الم في الام الاسنان. حبيت اللي اتكلم في الموضوع ده هو النهارده، وانما الثوم له فوائد كتير جدا وبيعالج حاجات كتير. فان شاء الله برضه هنزل بعض المعلومات او بالنسبه للثوم وازاي بيعالج برضو حاجات تانية، هتكلم عليها برضو في فيديوهات تانية ان شاء الله بعد كده. اتمنى حبايبي ان انتوا تكونوا استفدتم من الفيديو. كان معاكم حنان الورقي، يا ريت ان انتوا بقى تدعمونا لو الفيديو عجبكم. يا ريت تدعمونا بقى بالاشتراك في القناة ولايك وشير عشان الكل يستفيد بالمعلومات ديت النهاردة. بحبكم جدا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.